من قضاء الطارمية إلى جنوب محافظة كركوك وصولاً إلى ديالى. توزع نشاط الخلايا النائمة لتنظيم داعش، نشاط أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين والعسكريين. في الآونة الأخيرة كان هنالك كثرة التعاضدات الإرهابية على القوات الأبنية وعلى أبناء الشعب العراقي، وبالتالي أنا أعتقد أن يكون يحتاج السيد السوداني لوقفة لإعادة هيكلية القوات الأمنية وكقيادات وكقوات ماسكة بهذه المناطق. تعدد الخروقات الأمنية في مناطق معينة يحتم على السيد السوداني معالجتها معالجة جذرية. مختصون في الشأن الأمني يرون أن هجمات التنظيم في هذا الوقت ما هي إلا محاولة لاستدراج البلد مجددا نحو التوتر الطائفي، ففي الوقت الذي أوقعت هجماته ضحايا ينتمون لطائفة معينة غالبيتهم من عناصر قوى الأمن، نفذ عملية استهدفت مدنيين ينتمون لطائفة أخرى لتصوير الأمر وكأنه ثأر طائفي وليس عملا إرهابيا. داعش يعرف أين يضرب، في كركوك، في ديالى اللي دائما هي خطرة جدا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه الآن هنالك عمليات لمكافحة الإرهاب في تل عفر، أيضا هنالك مضافات يعني تحت الأرض بعشرين متر، هم حافرين تحت الأرض بعشرين متر، فلذلك القتال أصبح معهم صعب، يحتاج إلى تقنيات حديثة. انبعاث خلايا داعش النائمة وتنفيذها هجمات في عدة محافظات يضع العديد من علامات الاستفهام حول الجهد الاستخباري الذي يعد السلاح الأمثل لمواجهة هذا التنظيم. يقول مختصون إن هجمات تنظيم داعش خلال الأيام الماضية توضح بشكل جلي أن التنظيم لا يزال موجودا ما دامت أسباب بقائه حيا موجودة، من قبيل غياب التوازن الطائفي داخل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.